يا دولة، انت بتكتب الحسابات بره ليه يا عم؟ تكتبها في الدفتر اهو. حسابات ايه يا غبي؟ انا بكتب اشعار وافكار وقصائد ومعلقات، حاجات انت ما تفهمش فيها يا رمزي. دولة، انا كنت عارف يعني ان انت كنت شاعر كبير قوي يعني زمان، ليه ما فكرتش تكتب اغاني؟ بص يا رمزي، الاغاني اللي انا بكتبها مستواها عالي جدا، مش اي حد يغنيها. يعني انا مستوى الاغاني بتاعتي وقف عند ام كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، عبد المطلب، عبد اللطيف التلباني مثلا. معقوله يعني يا دوله مفيش ولا مطرب من بتوع دلوقتي يقدر يغني الاغاني بتاعتك دي؟ يا ابني الاغاني بتاعتي دي صعبه عليهم يا ابني. شوف الاغاني اللي ام كلثوم مثلا كانت بتغنيها زمان. سمعت القصيده اللي هي بتاعت ثوره الشك وهي بتقول أراك عصير الدمع؟ ده الكلام عصير الدمع. طبعا يا ابن عصير الدمع، لان هو كان بيعيط جامد جدا عشان حبيبته سابته، وبعدين بيمسح بالمنديل وبيعصر كده، فالعصير ده هو ده عصير الدمع يا ابني. انت ايش فاهمك انت في حاجه زي كده؟ قابل خجل جدا. شاعر يا عظيم انت. اني سير في السير؟ سير؟ سير ايه بس عم الدنو؟ ايه ده انت طلعت ايجيبشن؟ ايه ده؟ بهاء سلطان؟ اهلا وسهلا استاذ بهاء. ازاي حضرتك استاذ بهاء؟ والله بحب اغاني كل حضرتك، يعني بص عاد بمشي من هنا وبقفل الباب وبقعد اسمع اغاني يعني. اهلا وسهلا استاذ بهاء، اتفضل. منور البازار والله ومنور الهرم كله. اهلا وسهلا، تقفل الباب ها؟ ماشي ماشي، يصبر. اهلا وسهلا، تحت امرك، طلباتك. والله انا كان عندي حفله في امريكا الجنوبيه زي ما تقول كده، وكنت عايز شويه هدايا فرعوني. انت عارف بره بيحبوا الهدايا الفرعونيه بتاعتنا قد ايه. طبعا معروف. عينيا ليك يا استاذ بهاء. ولا رمزي؟ نعم. روح هات حاجه ساعه بسرعه. يلا عينيا الاستاذ بهاء. وحضرتك على فكره يعني انا برضو مؤلف اغاني، بالف اغاني جامده جدا لعلمك يعني، بس مش اي مطرب يغنيها يعني. علشان كده ما تغنيتش لحد دلوقتي يعني. فين الحاجه ساعه؟ يلا عينيا الاستاذ بهاء. عينيا. على فكرة أنا ممكن أسمعك أغنية من اللي أنا كتبتهم. لا ربنا يخليك، مش قادر والله. مش قادر إيه؟ لا حاضر، عينيا عينيا أسمعك. في أغنية كنت كاتبها بتقول خمس دقايق يعني، أسمعها لك؟ حاضر. خمس دقايق بيني وبين حبيبي، قابلته وشفته وسلمت عليه، أدي دقيقة.
على ما قلت له السلام عليكم وقال لي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ادي دقيقة كمان. على بقى ما يشرب الحاجة الساقعة ادي دقيقة كمان. ولا فين الحاجة الساقعة؟ أنا مش قلت لك هات الحاجة الساقعة؟ عينيا الأستاذ بهاء. يا عم ما تجيبش حاجة الساقعة أنا همشي أنا مش لا 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 اقعد اقعد اشرب الحاجة الساقعة. حضرتك يعني هم فاضل ثلاث دقايق بس على ما يجيب الحاجة الساعة هقول لك الأغنية بتاعت الثلاث دقايق دي. ثلاث دقايق إيه يا عم دي بتاعت أنا دي غنيتها قبل كده. غنيتها قبل كده إزاي؟ زي الناس زي إيه؟ أيوة يعني كنت بتقول فيها إيه الأغنية دي يعني؟ هقول لك بتقول ثلاث دقايق أشوفك قبلك إيدك تلمس إيدي أشوفك قبلك عينيك تيجي في عيني لو زعلان اعتبني لو غلطان حاسبني لو عينك وقلبك قالوا لك سيبني سيبني اشتقت لمعادك مطول بعادك ولا عشان بحبك هتزود عنادك انا طيرك وعادلك انا طمعا فعدلك انا من الحزن دايق لنتعب قلوبنا لنرضى بعذابنا ونهرب من الحقايق انت حبيبي وبس انت نصيبي وبس نفسي اشوفك بس تلات دقايق. الله الله يا استاذ بهاء الله 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 بس الله الله يا استاذ بهاء يعني بص حضرتك يعني اكيد دي اغنيه مختلفه خالص والثلاث دقايق بتوعي غير الثلاث دقايق بتوع حضرتك يعني هو ده بيبقى تخاطر توارد يعني مش اكتر تخاطر توارد. لا ده انا لغيت فكره الهدايا دي من اصله ولغيت الرحله خالص. ماشي يا عم سامعك. طب حضرتك بس في اغنيه تانيه بتقول لا بص انا هسمعك حاجه انا عامل اغنيه اسمها كفايه عليك كده. سلام عليكم. انا ماشي مع السلامه. طب يا استاذ بهاء طب الحاجه الساعه. طيب يا استاذ بهاء اوعى هدي لغينا الرحله خلاص. سلام عليكم. الحاجه الساعه. طب مع السلامه يا استاذ بهاء. يا دوله بقى يا دوله فرصه زي دي تضيع من ايدك ما اشتراش يعني ولا اغنيه منك ولا رمز. انت لاحظت يالا ايه بهاء سلطان بيحاربني يالا. ها كده بقى يا رمزي فاضل لنا كام مطرب ما بعتنا لهمش؟ اقول لك سيدي كده يبقى ناقص ثلاث مطربين. لا حلو قوي احنا كده انجزنا. انجزنا ايه بس يا دوله بقى؟ هو في حد خد مننا حاجه يا عم ولا احنا اصلا قابلنا حد منهم؟ يا ابني احنا عملنا اللي علينا. احنا بعتنا لكل المطربين خلاص. يعني اهاب توفيق احنا بعتنا له ثلاث اغاني مع البواب بتاع عمرتهم. عمرو دياب الحمد لله بعتنا له اغنيتين مع المكواجي كمرهم في جيب بنطلونه الباجي الاسود. ها بيطلع بيه الحفلات دي على طول. الحمد لله يعني كله تمام يعني انجزنا انجزنا يعني. بس انت عارف بقى دول انا قلقان من مين؟ من كاظم. كاظم بالعكس احنا خبينا اغنيتين جوه دبدوب ابو قصه ده لان هو بيحب الدباديب قوي. مفتاح شخصيه كاظم يا رمزي الدباديب. دوله هو يعني ايه كاظم يعني؟ كاظم يعني قافش بس يعني ايه مخبي. مية مية. انت دوله طب قول لي بقى الخطوه الجايه يا عم على طول عشان انا سخنت خلاص. الخطوه الجايه بقى احنا هنستنى المطربين دول يقروا ويستمتعوا ويتبسطوا من الاغاني اللي انا بعتها ويتفقوا بقى مع ملحنين وبعد كده يبعتوا لي. بعديها بقى اتشهر وابقى اجمد مؤلف اغاني في العالم العربي كله. الله يا دوله عليك ان شاء الله انت ابن حلال على فكره. ولا حته اتنين شاي يلا بسرعه. حاضر يا استاذ رمزي. ايه ده انا سرقت اتسرقت ولا حته. ايوه يا استاذ رمزي. اقفل باب القهوه دي ومحدش خارج من هنا غير لما يطلع محفظه دوله. محفظه ايه يالا محفظه ايه؟ انا الاغنيه بتاعتي اتسرقت يا دوله. طب وايه اللي خلاك تحط الاغنيه في المحفظه؟ مش محفظه في التلفزيون اهو الاغنيه بتاعتي اغنيه اهزنه. ايه سامع؟ اه حلوه قوي يا دوله. حلوه حلوه ايه؟ بقول لك اتسرقت وحشه قوي. باختصار بقى يا استاذ سلكها انا الاغنيه بتاعتي اتسرقت وانا واقف متكتف ومش عارف اعمل ايه. شوف يا هندسه العدل اساس الملك وانا شايف قدامي ضحيه فنيه. اغنيه ايه بقى اللي اتسرقت منكم؟ اغنيه البكريه اي اظنوا تلات تلات تلات. بس دي بتاعت بعرور. لا بعرور ايه؟
الأغنية دي بتاعتي أنا. أيوة بس بعرور غناها وغنتها معاها مي عز الدين. مي عزة مين؟ يبقى هما الاثنين حضرتك متواطئين والقضية أرفعهم عليهم هما الاثنين. يعني أنتوا متأكدين إن غنوة يظنوا غنوتكم؟ إلا متأكدين حضرتك، إحنا أكتر من متأكدين، وأنا ممكن أسمع جزء لحضرتك وأنت تحكم يعني. أيظن أني يا حبيبتي أخدعت، أيظن أني يا حبيبتي قد نسيت الأيام الخوالي التي كانت بيننا أيام الجامعة، أيظن يا حبيبتي إنني قد نسيت أيام كنا نمشي على الكورنيش ونأكل الذرة المشوي، أيظن يا حبيبتي أني أعبس بمشاعرك وأتركك وأخلع منك وأنفض لك. أيوة بس دي مش الغنوة اللي غناها بعرور. هي يا أستاذ هي الأغنية، بس هو خدها وحرف في الكلام بتاعها، ما قالك أيظن، عايز إيه أكتر من كده يعني. أنا كده ابتديت أتأكد بس مش قوي. حضرتك طب أنا هقولك على حتة بقى عشان تتأكد قوي إن هم سرقينها مني. حتة أنا كنت، هو كان بيقول إيه بقى؟ كان بيقول سا 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 سيد يا سيد يا سيد. أنا بقى حضرتك أصلاً كنت قايل إيه؟ را 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 رمزي يا رمزي. وهو حضرتك ده رمزي أهو اللي معايا، هو بقى عنده سيد، لو عنده سيد يقدم سيد. أنا معاك يا دولة، وبعدين إيه السيد ده اللي بيقارنوه بي أنا؟ مش دي سيد أنكل؟ سيد أنكل ده عم الوسط كله، يعني تاريخ الأغنية الشعبية، يعني تطور الموسيقى العربية، يعني السلمة التاسعة من سلالم الموسيقى العربية، يعني هو بمنتهى البساطة والصراحة هو الأب الروحي للأغنية العشوائية. طيب أوكي، لو هو ده بقى يعني يا ريت يجي يحل لنا المشكلة دي، وخصوصا حضرتك إن أنا خسرت جامد جدا. ولا رمزي؟ نعم. الأغنية بتاعت أيظن بتاعتي دي مين اللي كان طالبها مني يا الأستاذ عمرو إيهاب؟ من ساعة ما غنى أنا عايش ومش عايش وكان متلخبط كده، سمع أيظن قفش فيها وقال لك هي دي. أهو حضرتك، أنا بقى أقول للعمر إيه دلوقتي؟ ما دام الموضوع وصل لعمر إيهاب بقت مشكلة كبيرة، ولازم لها قاعدة مع سيد أنكل. متأكد يعني عم سلكها ان اونكل ده جاي؟ انا ابتديت اقلق. لا ما تقلقش يا جدع انت، الله هي كلها دلوقتي شويه ويجي، ده تلاقيه بيخلص في قعده تانية في غنوه تانية. على فكره دولا ان شاء الله طلبك ده مقضي، اونكل ده اكيد حنين. انت ايش عرفك يعني انه حنين؟ بيبان يا دولا ده اسمه اونكل، يعني اكيد لعمهم لخالهم. اهلا بابو الرجاله. اهلا وسهلا يا عم اونكل. يا اهلا وسهلا. اونكل مين؟ اونكل مين ده؟ حيالله مساعد رابع لسيد اونكل. حيالله. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا بالزعيم. يا سلام، زعيم الاغنيه العربيه سيد اونكل. سيد اونكل مين ده؟ حيالله مساعد تاني لسيد اونكل. دي عيله حيالله ما شاء الله، عيله كبيره قوي يعني. دول هم دول توام ولا ايه؟ لا يا ابني، ده واضح ان سلسله مطاعم سيد اونكل. ده فرع المقطم وده فرع التجمع الخامس. اهلا بعمنا. اهلا اهلا. وده ايه فرع ايه ده؟ اهلا وسهلا. ده فرع ايه ده امال ده؟ ده سيد اونكل. اتفضل عمي اتفضل. عادي يا اولاد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا عمنا، احنا جايين لك وعشمنا فيك كبير انك تخدم الشاب عادل. ايوه يا ريت يعني يا سيد اونكل. انا اسمع عن حضرتك يا اونكل انك انت سيد الاغنيه كلها يا سيد اونكل. يا الله الله، سمع جراف جراف يعني ضخم. اهلا وسهلا. لا 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 لا، حاضر حضرتك قاعد يعني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. منور والله يا سيد اونكل. ايه ده؟ اتكلم انت يا سلكها بالمختصر المفيد. ابدا، هو بس حصل سوء تفاهم بين اخونا عادل واخونا بعرور، واحنا جايين لك عشان توفق بخصوص حضرتك. بخصوص اغنيتي فلزت موهبتي بكوره انتاج يا سيد اونكل. اولا انت دخلت غلط، لانك لو شاعر اصيل فعلا كنت تفهم كويس قوي ان الاغنيه من ساعه ما اتعملت ودخلت اللجنه وخدت الختم في اللجنه وعبرت الاثير
بقت ملك المستمع. هو وجهة نظر حضرتك وجهة نظر صحيحة، ويبدو اني اخطأت في التعبير، بس هيعوض في النحو والبلاغة. الاغنية دي اغنية ايه؟ ايظنوا ترت ترت ايظنوا بتاعت نجات. مين نجات؟ لا ايظنوا بتاعت معرور. الجماعة دول من هنا سلكها. حاضر. ايه ياخدنا فين حضرتك؟ احنا قاعدين هنا، هو عادي جدا. مع السلامة سلكها. حاضر. مع السلامة فين حضرتك؟ احنا قاعدين هنا في قهوة الحكومة. وصل البهوات يا سلك. حاضر. يوصلنا فين؟ ده انتوا اللي في منطقتنا ولا ايه؟ حقل ادب يا سلكها. يا عم انت فاكرنا من كاراكوتا ولا ايه؟ انت جاي تهددنا في حتتنا؟ ايه يا عم، ده احنا ملوك المنطقة دي، وعلى الله بقى تروح انت بالسلامة بقى انت والبرجين بتوعك دول. اولا أيظن دي تأليف وتلحين ونغمات مجسمة بعرور مع مرتبة الشرف. يا سلام، أمال أيظن اللي معاه دي بتعمل إيه؟ دي تبلها وتشرب ميتها. لا بقى، دي بلطاجة وقلة أدب وسفالة. أنت شغلك كده مش هتروح من هنا أنكل، لا هرجعك طن. كده؟ طيب، إحنا شرحنا نشرح بقى. تشرح مين؟ الاغنيه دي بتاعتي، محدش هيقدر ياخد مني أيظنوا. ترت ترت بتاعت عرور. ترت ترت بتاعتي. ترت ترت بعرور. ترت ترت بتاعتي. ترت ترت بعرور. ترت ترت يا ناري يا ناري. ترت ترت بعرور بعرور. ترت ترت يا ناري يا ناري. ترت ترت بعرور بعرور. ترت ترت بس سكت الكلام ولا رمزي. يا دولة هنقطعهم هنقطعهم. انت معايا يا لا؟ معاك يا دولة. هجوم. هجوم ايه؟ بتاعتي. بتاعت معرور. بتاعتي. ترت ترت احتة. ترت ترت نادي رمزي. ترت ترت بالراحة. ترت ترت أنا بوجه كلامي للجميع ولن أستثني أحداً، لسلكها والبعرور والأنكل والكل حد، لن أفرط في حرف واحد من أيظنوا. ليس هذا من أجل مصلحتي أنا فقط، ولكن من أجل الجماهير لكي تعرف الحقيقة. وليس هذا من أجلي ومن أجل الجماهير وفقط، ولكن من أجل مستقبل أغنية شبابية مستقرة. ما ردك على اتهام بعرور انك متضايق من الصوت؟ بصوا، انا المشكله ليست بيني وبين بعرور، بالعكس انا بقول له يا بعرور تعالى هنا اهو، ومد ايدك في ايدي، وتعالى مع بعضينا نلم تراث الاغنيه الشعبيه ونجمعه كله في اوبريت شعبي يكسر الدنيا. مستر عادل، ما ردكم على ادعاءات مستر سيليكا؟ مستر سيليكا زي ما انت قلتي هو راجل مدعي، دي كلها ادعاءات نصبولي فخ فني، ولكن من موقعي هذا بقول مهما ينصبولي هذا الشرك لن يهمني اي حاجة. والدليل على الكلام اللي انا بقوله هذا ان هم ما تعدوش علي بالقول بس، ولكن تعدوا علي بالقول وبالفعل كما فعلوا في بقي ماي ماوس، وفي ايدي ماي هاند بول، وفي دماغي ماي هيد. الاول بدي اقول انه نحن ابناء امي واحدة، بس شو هي مطالبكم سيد عادل لترجع التعاون بينكم وبين سيد بعرور؟ والله انا بكررها لتاني مره والتالت مره والرابع مره، وهفضل اكررها طول ما انا عايش. انا مش طالب حاجه معينه غير ان انا حافظ على اغنيتي. رجعولي أيظنوا اهلا وسهلا، ونقعد تاني على طاوله المفاوضات ونتفاوض ونتكلم ونعمل كل اللي هم عايزينه، لكن لن افرط في شبر واحد من أيظنوا. سمعنا عن مفاوضات بشأن تقسيم أيظنوا إلى كبلهات. إن أيظنوا لن تقسم لا كبلهات ولا أي كلمة، لن أفرط في شبر واحد ولا في كبله واحد من أيظنوا. نموت نموت وتعيش أيظنوا. نموت وتعيش أيظنوا. نموت وتعيش أيظنوا، وانت اول واحد جريت اساسا، واللي موتنا عشان أيظنوا، ما تقول أيظنوا. نعيش نعيش وتعيش أيظنوا. نعيش نعيش وتعيش أيظنوا. بصراحة الأستاذ عادل
مسبل لنا القهوة بالورق اللي بيقول عليك يعني. حسيت ان ابني كان موهوب، موهوب قوي في الرسم. ايه ايظنه دي؟ قال ايظنه قال من ايام سامويل جاكسون وموزارت وشاكسبير. الحقيقة لم تنطق الكورة الارضية بمبدع وخارق ومؤلف عظيم كزوجي المأسوف على امره المأسوف على قدره عادل سعيد. فراشة الحاج دولة. الله، بصراحة يعني أنا دولة ابن عم حبيبي يعني كنت متنبئ له بمستقبل ماهر، لأنه هو أكتر واحد كان بيتحدث معه هو أنا رمز حبيبه يعني، وكان بيتحدث بصراحة بمرجحية شديدة في الشعر اللي هو كان بيقوله. وشكرا للتحية. انا دعيتكم النهارده للاجتماع حول المائده المستطيله عشان نلم الدور ونهدي النفوس ونديك شويه فلوس. شويه فلوس ايه؟ لسه فاكرين دلوقتي تفاوضوا معايا بعد ما فضحتكم بقت بجلاجل في الاعلام والميديا؟ ده المظاهرات يا استاذ طالعه من اسوان لغايه مصر. اه، وفي مظاهره هتخرج من البازار بعد ساعه ونص يا دوله. التماثيل هي اللي هتقوم بيها. التماثيل دي هتبوظ لي القضيه. الله يحرقك. انت يلزمك قام يا استاذ عادل علشان تحل عن ودنا. يلزمني كام؟ انا ما بعش فني ومنتجاتي بملايين الفلوس. ما تطلعش في اعوام كده عشان تنزل على جدر رقبتك. ها، ده رافع قضيه ويمكن يكسبها. يا سلام، انتوا جايين تهددونا في القهوه بتاعتي ولا ايه؟ عموما احنا جايين نراضيك، وانت عارف كويس ان ايظنه دي مش بتاعتك. فضل تلت بواكي اهم، واوعدك ان الالبوم بتاع نانسي عجرم الجديد الهيت بتاعته هتبقى اغنيه من تاليفك. نانسي عجرم دي بتاعتنا. احنا عايزين نعمل دوينتو مع هيفا. هيفا بتاعتنا برضه. لا لا لا، ده كتير قوي يا معلم. خلاص خلاص، نخليهم خمسه. 5000 جنيه؟ ايه تلعب عليهم؟ العب عليهم ايه؟ لا 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 لا، حتى لو قلت لي 10 كمان انا مش موافق. الو، مين؟ ايه؟ بارور كسب القضيه. متشكر قوي يا متر، متشكر قوي قوي، نجاملك في الافراح ان شاء الله. مبروك مبروك، بعرور كسب القضيه. مع السلامه. انا شايف يعني ان 10000 جنيه مبلغ مش وحش. انا عشان مجيئكم بس يعني عندي نو في القهوه. انا موافق. اوكي، دول خمسه، يبقى فاضل ايه؟ 10 ايه يا سياده المدعي؟ ما خلاص. طيب حضرتك عشان مجيئك والله هما 7000 جنيه والمشاريب عليا. لا لا، مشاريب ايه يا عم؟ كده كتير قوي دول. اسكت بقى اسكت بقى. ولسه في قضيه تعويض بالتشهير اللي عملته لنا. وانا اللي هرفع القضيه دي ودول اتعابي. قضيه تشهير ايه؟ حضرتك يعني انا شايف ان ممكن 3000 جنيه اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليهم الاول اخدهم وخلاص، هسيب القضيه واسيب الحكايه دي. يعني التعويض ده مش اقل من مليون جنيه. طب ما تخليهم 500000 بس يعني. ولا ولا ولا، هم 3000 جنيه. 3000 جنيه ايه؟ احنا بنبيع ترمس ولا سوداني ولا حرنكش؟ بعيدا عن التسالي يعني، هديكوا 3000 جنيه تعويض وكمان معاهم 5 قصايد من بتاعي. 5 قصايد؟ قصايد ايه يا ابو قصايد؟ تصدقت نفسك ولا ايه؟ القصايد قال بين المحاكم. قال ايه؟ ايظنوا تلات ترتات. ايظنوا تلات ترتات. طب 3000 جنيه وعشر قصايد. طيب حضرتك تلات ترتات. طب 3000 جنيه وعشرين قصيدة والبازار. تلات ترتات. طب حضرتك 3000 جنيه وعشرين قصيدة والبازار ورمزي.